صباح الخير. صباح الخير وجيدي. ايش انت كورنفليكس؟ من وين الكورنفليكس هذا؟ تزولنا يا في المدرسه. في المدرسه والله زمان على الكورنفليكس. طبعا احنا لما طلعنا من بيتنا يا مراح جبنا ثلاث كراتين كورنفليكس ونوتيلا ومش عارف اغراض كثيره ان شاء الله بنرجع ونلاقيهم. صحتين وعافيه. طبعا اليوم اطلع معكم. طبعا اليوم راح نصور لكم روتين الجمعة واحنا هنا في الخيمة لأول مرة. نصور لكم روتيننا كيف راح يكون يومنا بالأخص يوم الجمعة. صحتين وعافية. نشوف ايش الغداء. طبعا هاي تحضيرات الغداء. اوبا ملفوف في الأجواء الباردة. لا ايش هاد القلاية تتحطاها؟ هذا عشان تضغط على الملفوف عشان يضلوا نازل عشان الطنجرة مليانة ملفوف. صحتين وعافية يا أبو النايش. صحتين وعافية. إيه مراح ايش هاد اللي ماما جبت لك اياه؟ عروسه جابوا لنا اياها امبارح. سامعين كيف صوت الطيارات؟ مش عارف انا هل طالع صوت الطيارات في التصوير ولا لا، بس بصراحه 24 ساعه صوت الطيارات قوي، حتى في الليل ما بنعرفش ننام منه. صحتين وعافيه يا ابو النش. يلا كملوا. انا بنام. ماشي يلا ماشي كملوا نسكويك عشان نصور لهم اليوم روتيننا. صحتين وعافيه. ايش هذا؟ ايش فيه؟ ايش هذا؟ ايش هذا؟ سنة امبارح انكسر، هلك بدي يروح يرميه في شمس ويقول يا شمس يا شموسة خدي سن الحمار وهاتي سن الغزال، يا شمس يا شموسة خدي الحرب وهاتي لنا الامل السلام. طب يلا قولي نشا تسمع، مين حكى لهم حكى لكم اياها هذه؟ ماما. طب يلا احكيها. ايوه يا شموسة خدي يا شمس خدي سن الحمار وهاتي سن الغزالة، يا شمس خذي الحرب واعطيني الامن والسلامه. يا رب. ورجيني ورجيني سنك. ورجيني الوسخ. ورجيني سي الوسخ. يا عيني يا عيني يا عين يا عيني. ابيض ابيض. ورجيني افتح شوف. اي شباك. ورجيني شباك. اي شباك صار له نشا شباك. وانا الحين طب تعال تعال يلا برا نرمي. يلا ارمي لها الشمس الشموسه. وين الشمس الشموسه؟ هاي ورا الشجره الشمس الشموسه. تعال تعال روح روح قدام روح 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 امشي امشي امشي. يلا جاهز ترمي لها الشمس الشموسه؟ يلا تعال ابعد عن الغسيل، بس ابعد عن غسيل الناس. يلا ارمي على الشمس الشموسه. يلا يا شمس خذي سن الاحمر واعطيني سن الغزاله، يا شمس خذي الحرب واعطيني الامن اوبا حلوه الحركه هذه. هالقطره على الشمس سناك وبدي يجيك سن الغزال ويجينا الامن والسلام. وانت يا مراح لسه ما انكسرش. وهذول الشبابيك من وين جايه؟ طيب يلا على الخيمه. يلا من البرد على الخيمه. يلا العب العب العب. ايش الشغلات الحلوه هذه؟ ايش هاد؟ وين؟ ايش هذا؟ طبعا شافوا جوني على الخيمه يقولوا بابا في مولتو مولتو في الشارع وفي عصير على باب المدرسه. رحت اشوف اللي هو قال العصير هذا النتفه هذه اللي كنا نشتريها، يعني احيانا في زيها كان بنص واحيانا في بشكل. هل لقيت هذا بثلاثة شكل والمولتو بثلاثة شكل. ايش في؟ ولا مره راح نجيب اكل. اخر مره عمركم تعدوها ماشي؟ يا ريت شغله المهم ناكل. والله يلا صحتين وعافية. مراح استنى 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 اسمع استنى استنى ممنوع هاد تاكلوها القيت، ممنوع تفتحوها القيت ماشي؟ هذا بعد الغداء. عارف ايش ضايل بس ينزلوا؟ شوكولاتة لفيفا وبيتزا. ايوه 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 100% 100% امورك. ما انت مش حاسه بالدنيا زي ما اتفقنا. هذا بعد الغداء تمام؟ اللي بيفتحوا بعد الغداء قبل الغداء حفتح حزعل منه على الجامع. يا ريت ينزلوا شتوي. يا ريت شتوي؟ اللي امبارح كنت تاكليها الكريمه هذه ايش؟ كريمه شتوي. بس ناقصه البسكوته. كريمه شتوي بس بدها بسكوته. يلا على المدرسه نرجع. يلا ايش هذا نشات؟ مكلين مش مخلين اكل؟ ايش مخلين ليه؟ طب بنفعش. تعال 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 امسكي يا سمر صو امسكي. هيك مكلين ومخلين لهذا بس؟ شايف الطنجره؟ طب استنوا ارحموا. بعثنا لكم الجمكان. ارحموا. ايش؟ وهذا كمان. الاثنين الي هذول؟ عن جد؟ لمين هذول الاثنين؟ واحد لك واحد مش عارف لمين زياد. مش عارف. طيب ماشي، انا كنت طالع مشوار، طلعت مشوار هيك خفيف هيك بيجي نص ساعة وجيت لقيتهم ماكلين الأكل. أكل الجماعة راح علينا.
طيب ماشي، قلت بدي اقعد اكل. ايش وين ما راح؟ طالعه. خلاص اكلنا الملت والعصير كمان. يلا ماشي. ايه على فكره احنا بنصور لكم هذا الفيديو وانا مش عارف وقت ايش بدنا نشره، عشان النت سيء عنا بالعافيه، فمش عارف وقت ايش بدنا نشره لكم، بكره بعده الاسبوع الجاي مش عارف، تسهيل الوقت ما يتوفر النت بنشر لكم الفيديو. شوفوا وخلينا نكمل يومنا ونشوف ايش بصير معنا في هالخيمه احنا وياكم. هم 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 نشأت. ايش بتاكلوا؟ دبس. يا عيني. طب مش لسه تو تغدينا؟ مش تو تغدينا صح ولا لا؟ هم بتحبوا الدبس؟ حطت لي محشي كمان؟ مفجوع هذا الولد. ايش مالك؟ طبعا اليوم يا جماعه ما قدرتش اصور لكم يومنا كامل لانه بصراحه صار معنا حدث، راح اورجيكم ايش صار معنا. شايفين الغرفه كيف مبلوله هنا؟ شايفين لسه هذه يعني ناشفة نوعا ما، غرقنا اليوم صراحة المية. شايفين هذا البلاعة جاي من السطح وفي مية مطر ومش عارف ايه، وفكت علينا وتبهدلنا والفراش كله مية صار وبهدلة بصراحة، وكل الأغراض اللي على الأرض هنا غرقت. والحمد لله بنقول خلص هذا حياتنا وبدنا نرضى فيها، يعني نشفت، هي كانت مبلولة شوية ونشفت الحمد لله. فزي ما انتم شايفين بدنا نحط الفراش على هذا المية. شايفة مرح بدك تنامي على المية؟ احلى. برد؟ لا يلا ماشي. طبعا انا طول الليل بتكشف عشان كل شوية. طب يلا خلينا ناكل وبعدها نرجع للمتابعين، يعني ما ضلش حاجة لانه مشوية صغيرة وراح ننام. يا مفجوع انت. هم 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 هم. اوبا الله الله الله. يلا يلا كلي 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 كلي. ما انت مليان انت دبس عشان هيك. يلا صحتين وعافيه. ايش ماله نشأت؟ نشأت مالك؟ ايش مالك؟ هي 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 ايش مالك؟ طحونتك؟ طب قوم اشوفك. قوم امسكي السمر صوري. امسكي صوري. ايش مالك؟ بصيح قاعد بقول طحونتك ولا بتدلع؟ وينها؟ ورجيني اياها. وينها؟ اي واحده ما فتح لي امها. طب فوق؟ فوق. يا ويلي انا هذه دودة. ورجيني. واو يما هذه دودة فيها بتخوف. طيب خلاص سلامتك سلامتك سلامتك. طب يلا ايش رايك نلعب لعبة لقيتها؟ يلا ها يلا يلا. طب يلا ها اضرب يلا اضرب 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 يلا. واحد اثنين ونص ثلاثة. يلا اضرب. ايه ايه يلا ها يلا. نفست. يلا لا مديدك لقيت انت. يلا دوري. يلا يلا مدي. حط ايدك عدل انت غشاش. يلا زز وز 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 وز. انا فزت عليك كثير. خسرت؟ لا ما خسرتش. بس يلا ها ها يلا. لا هيك لا يا حبيبي. لا لا هذا غش اسمه غش. يلا سامع سامع. بس طيب يلا ها هيك. اي لا غشاش انت هيك. طيب يلا ها. فوزت عليك فوزت عليك. خلاص 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 يا جماعه بدي النوم. يلا على النوم. شوف الدوانجي.
شوف الدونجي قال عشان بطلت لها بصرص. قوم قوم. طب يلا طب مد ايدك انت اللي خسرت. يلا لا لا مد ايدك انت اللي خسرت. لا يا حبيبي لا لا انا كنت مش عارف. خلاص خلاص ننهي الفيديو. ايش هذا اللي تحت رجلي؟ مين مخبي جوال ماما؟ خلاص سلامتك سلامتك. خلاص مش نطول على المتابعين. زي ما شفتم يا جماعه هذا هو كان يومنا روتيننا يوم الجمعه. طبعا في شغلات ثانيه احيانا في عجين وخبيز ومش عارف ايه وقصص ثانيه وتعبيه الميه كمان في دوان تعبيه الميه. هذا تعبيه الميه لازم في اليوم مرتين وشو موت موت احمر تعبيه الميه صعب. يلا يلا الناس اللي مش مشتركه في القناه شو تعمل؟ لايك شير سبسكرايب. بنحبكم كثير واشتقنا لكم كثير ونشوفكم فيديوهات قادمه ان شاء الله. ان شاء الله الفيديو القادم بكون واحنا في بيتنا ان شاء الله. سلام سلام. انا 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 انا